طيب بعد كده لعبت في كلوب بروج والبلجيكي طبعا تحت قيادة المدرب الكبير العظيم الحقيقة فليب كليمنت، وأعتقد لعبت مباراة ضد ريال مدريد وصنعت هدف في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 ما بين بروج وريال مدريد. وقول لنا إيه عن الفترة دي قبل بس ما نطلع نشوف كليمونت نفسه قال إيه عليك في الفيديو اللي جاي، لكن كلمني عن الفترة دي برضو يا بيرس. كانت هذه أيضا فترة هامة جدا في مسيرتي، وكنت استطعت أن ألعب مع ريال مدريد وكانت مباراة هامة وكانت لدينا فرص هائلة، ذكريات كثيرة رائعة في فترة قصيرة، وكنا فريق استطعنا أن نلعب أمام فرق كبيرة بكل الثقة وكل وكان هذا فترة هائلة ومثمرة في مسيرتي، وأن نستطيع أن نلعب وننافس بصورة كبيرة وأن نكون على نفس القدم مع فرق كبيرة في بطولات كبيرة، كان هذا هائل الحقيقة. تمام، خلينا نطلع نشوف ماذا قال المدير الفني الكبير فيليب كليمون ونرجع نكمل. Hello Percy, I want to wish you all the best for your new challenge. We all miss you here for your good feet and your big smile. So you always brought the sun into our dressing room and on the training pitch and in the games. So I want to wish you all the best from all the boys here, all the staff, and wish you good luck. Bye bye. مدرب كبير، هو كان لسه اول امبارح، بس هو امبارح اتغلب 4-1 بس، يعني تمام تعدي باريس سان جيرمان، يعني ميسي ومبابي كانوا بيلعبوا ضده امبارح. كانت هناك نتائج هائلة عندما كنت ألعب معهم، وكنا دائما محظوظين لأن نلعب في الكثير من البطولات، ولكن أعتقد بيرسي أكثر قوة الآن ويستطيعون أن يفوزون في الكثير من المباريات، ولديهم مدرب رائع ولديهم تشكيل هائل أيضا من اللاعبين، وأيضا لديه رؤية فيما يتعلق بلعب كرة القدم وكيف يرى المباراة بصورة عامة، فهو مدرب رائع. طيب بتقيم تجربتك في بلجيكا إزاي؟ كانت ناجحة، أعتقد كانت ناجحة للغاية، كانت مثمرة، ولكن لا يمكنني أن أرضى، فأنا دائما أريد الأفضل، ولكن هو من السهل أن نتحدث على شيء حدث وأقول كان من الممكن وكان يمكن أن أفعل ذلك، ولكن في ذلك الفترة لم أكن أعرف ذلك ولا يمكن أن أتحدث عنها كثيرا، ولكن حدث ما حدث، كانت فترة هائلة وكانت فترة مثمرة، كان يمكن أن تكون أفضل، ولكن أعطيت جميعهم ساهموا في تطويري وأن أكون شخص أفضل ومتفهم أكثر، وأعطوني الكثير من الفرص التي كنت أريدها، وأنا ممتن لكل هذه الفترات.